كيش على الديرو ديالك كتبغي هذه pour la الناس خمسة سيزون ديال ديفيسيل دو تيبي الزنجال راه ضروا الناس بزاف يعني، ولكن ملي كاين بحال هذه المبادره هذه راه مزيان، راه فرحوا به الناس بزاف، وان شاء الله كنتمنى باش يستافدوا الجميع ماشي غير اراميل، يعني راه كلشي الناس راه تضروا، لان الناس اللي ساكنين تمايا راه كيعانيوا بواحد المعاناه من ناحيه البرد ومن ناحيه الشتاء. المهم راه ما خفاكم، راه باقي الناس اللي ساكنين في سميتو في الخيامين، راه باقي الناس اللي ساكنين في القناط. ايوا المهم كنشكر بعدا هاد الناس اللي فكروا في هاد الناس بعدا كاين، وكنشكر السيد القائد قائد تمالوت، وكنشكر كاع الناس السلطه المحليه ولا جميع الناس اللي تعاونوا في هاد المبادره هادي، يعني كنشكرهم الشكر الجزيل. كنشكروا هاد المبادره اللي ساهمت فيها المياه والغابات، وكنشكروا جميع السلطات المغربيه وجلال الملك محمد السادس. هاد الناس فكروا في هاد الارمالات، عندنا بزاف ديال في البرد وكيعانيو من هذا سميتو ديال الزنزال، وهذا سميتو هاد الفرارن غادي يخفوا شويه ان شاء الله على السكينه. تنشكروا السيد العامل، وتنشكروا الامير الغابه ساعدونا بهاد الفرارن هادو، بالنسبه تنسلموا في هاد القريه البريد القارس، نسالوهم تعاونونا بحال شحال من حاجه في الديور، والناس مساكن حتى هما راه متضررين بالزنزال، وهادشي يساعدهم بالنسبه للقياطنو ووقت البرد هو هذا. الله يجازيكم بخير، الله يكثرهم بخير.